هذه رحلة لا تعرف حدودا. مئات اللاجئين يعبرون يوميا الحدود بين صربيا والمجر. كثيرون يمشون على طول طريق السكك الحديدية، حيث لا يوجد أسلاك شائكة تمنعهم من الدخول لهذه المنطقة. تقع الحدود بين المجر وصربيا خارج حدود الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر بودابست هي المسؤولة عن تأمينها. وبناء عليه وافق البرلمان المجري في يوليو الحالي على بناء جدار بطول 150 كيلومترا بطول الحدود. اعترضت السلطة المجرية أكثر من 167 ألف لاجئ منذ بداية هذا العام، وذلك لعبورهم الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تجميعهم بمركز تسجيل بروسيسكا، حيث ينتظرون أياما قبل تسجيلهم. نحن ننتظر تسجيل أسمائنا، اتركونا نستقل الحافلات ونذهب إلى بودابست مجانا. يقول الكثيرون إنهم لم يشهدوا شرطيا واحدا على طول طريق البلقان، بالتحديد في اليونان والتي تعتبر بدورها جزءا من منطقة شنغن الأوروبية. بناء عليه برر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استخدام الحزم لمجابهة الأزمة. نؤكد على احترامنا لاتفاقية شنغن الدولية منذ توقيعها، ولكننا أصبحنا في الوقت الراهن غير قادرين على تنفيذها بشكل سليم. ابتداء من صباح الغد يجب على الدولة المجرية أن تكون أكثر حزما في منع تجاوز هذه الحدود طبقا للقانون المعمول بها. هذا وصوت البرلمان المجري في الرابع من الشهر الجاري على حزمة قوانين تستهدف الهجرة غير الشرعية، وتتمثل في تسليط عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات. وأشرعت السلطة المجرية في توزيع منشورات تحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية حسب القانون المنوط. لكن ما يهم هؤلاء المهاجرين إنما هو عبور المجر دون إثارة انتباه أو تسجيل أنفسهم، لأن ما يهمهم هو العبور نحو النمسا وألمانيا. والخوف الشديد الذي ينتابهم هو أن يعادوا إلى المجر، البلد الذي يمثل بالنسبة لهم الخطوة الأولى لدخول الاتحاد الأوروبي.